مش لايفكم. لازم. انا عايزه اتكلم على السوشيال ميديا ومؤخرا انت فتحت حساب وثقت لتويتر علشان كان في حد منتحل شخصيتك ومدي صوره خاطئه عنك وفي اقوال ومش عارف ايه والكلام ده، فعايزين نعرف انك انت عملت لتويتر الموقف ده حصل ايه. انت برضو اكتف على الانستجرام والسوشيال ميديا وبترد على جمهورك خلي بالك الموقف ده حصل معايا يعني كان بعدها بيومين ماتش زمالك، ففي حد مسك تويتر. انا ما كنتش مهتم بالموضوع ده، كنت مهتم بموضوع الانستجرام والناس كلها عارفه ان انا ما عنديش تويتر. ففوجئت ان كان عضو مجلس اداره يعني بدون ذكر اسمه اتصل بيا وقال لي مش لازم الكلام ده، وبعت لي ولقيت حد في الميديا حد في الاعلام برضو اتكلم وحط التويتر بتاعي على السوشيال ميديا. وقررت انك تعمل حساب على الزمالك طبعا، وانا طبعا يعني الزمالك نادي كبير فطبعا بكن له احترام كبير جدا، فكان لازم اوضح ان مش انا يعني. وصلت الرساله وبعدها قررت ان انا اعمل حتى لو مش هبقى اكتف على التويتر، لان انا من نوعيه الناس ان انا يعني السوشيال ميديا ليها وقت في حياتي بس مش كل الوقت يعني. لكن عشان كده قلت حتى لو مش هبقى اكتف لكن يبقى ليه بتويتر يبقى ده بتاعي، واي حاجه ثانيه تبقى عشان لان دلوقتي الموضوع ده الحقيقه بقت السوشيال ميديا بقت في المجتمع بقت رقم واحد والناس كلها متابعاه، فممكن واحد يكون شخصيتك دلوقتي من على السوشيال ميديا. انا شايف كده. يا رب انا بتمنى لكم التوفيق والنجاح والجيده ورندا، وعايزين بقى نقوم بقى نشوف المهارات بقى.